أهلا وسهلا بكم أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات في درس جديد من دروس التربية الإسلامية الموجهة للمستوى الثاني ابتدائي مكون الاستجابة ويخص أنشطة الدعم الوحدة الثانية من إعداد الأستاذ إلياس كسكس. لدينا طفل حزين اسمه كريم، سنسأله عن سبب حزنه ولماذا هو مهموم. أنا حزين أصدقائي. لماذا يا كريم؟ أريد أن أصلي لكني لم أعد أتذكر، هل لا ساعدتموني؟ بالطبع يا كريم بالطبع، لكن ما هي الأسئلة التي في ذهنك؟ ماذا تريد أن تعرف؟ كم عدد الصلوات التي فرض الله علينا؟ ما هي وما هي أولاها؟ كم عدد ركعات كل صلاة؟ ماذا نقرأ في كل صلاة؟ ماذا يقال في الركوع وفي السجود وفي التشهد؟ جيد كريم، إنها أسئلة مشروعة، وهذه الأسئلة هي التي سنجيب عنها في هذه المناسبة، وجدير بك أن تنتبه إلى شرحنا حتى تتعلم وتتذكر أيضا طريقة وكيفية الصلاة بشكل صحيح. إذن ما هي الصلوات الخمس المفروضة؟ ما هي الصلوات الخمس المفروضة؟ تذكروا جيدا أبنائي الأعزاء. نعم، لدينا صلاة الأولى، هي صلاة الصبح، حسن جدا. ثانيا الظهر، ممتاز. ثالثا العصر، حسن جدا. رابعا المغرب، ممتاز. وأخيرا صلاة العشاء، وهي الصلاة الأخيرة في اليوم. إذن ونقول العشاء وليس العشاء، نقول العشاء، صلاة العشاء، حسن جدا. إذن هذه نسميها بالصلوات الخمس، الصلوات الخمس. إذن دعونا نتساءل مرة أخرى عن عدد الركعات في كل صلاة. إذن ما هو عدد الركعات في كل صلاة من الصلوات الخمس التي رأيناها؟ ما عدد صلوات ركعات صلاة الصبح؟ فكروا جيدا. ممتاز، ركعتان. وصلاة الظهر كم فيها من ركعة؟ حسن جدا، 4 ركعات. وصلاة العصر؟ ممتاز، 4 كذلك. وصلاة المغرب؟ نعم، 3، حسن جدا. وصلاة العشاء كم فيها من ركعة؟ 4 ركعات، ممتاز. إذن لاحظوا معي أن العدد 4 يتكرر في الظهر والعصر والعشاء، بينما الصبح ركعتان والمغرب 3 ركعات. تذكروا هذا جيدا. الآن لنمر إلى سؤال آخر وهو مهم ومهم جدا. ماذا نقرأ في كل ركعة؟ ماذا نقرأ في كل ركعة؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بالإضافة إلى سورة الفاتحة نضيف إليها سورة أو آيات من القرآن الكريم. إذن فنقرأ في كل ركعة سورة الفاتحة بالإضافة إلى ما نحفظ من القرآن الكريم، سورة أو آيات من القرآن الكريم.
ممتاز. إذن ماذا نقول في كل ركعة وماذا نقول في كل سجدة؟ هذا ما نريد أن نعرفه ويعرفه كذلك كريم. إذن في الركوع ماذا نقول؟ ماذا نقول في الركوع؟ ممتاز. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم 3 مرات. وفي السجود ماذا نقول؟ نعم ممتاز، نقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى 3 مرات. حسن جدا. وأثناء التشهد ماذا نقول؟ ممتاز، نقول التحيات لله، الزكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي الكريم ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أثير انتباهكم إلى أن هذا يسمى التشهد الأول، وفي التشهد الثاني عندما تكون الصلاة إما رباعية أو ثلاثية نقول، نضيفك أيضا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إذن لتفسير ذلك، فالتشهد هناك التشهد الأول يقال بعد الركعتين الأوليتين، إذا كانت الصلاة رباعية نقول في الركعتين الأوليتين التشهد الأول، وفي الركعة الثانية نقول التشهد الثاني. الآن دعونا نرى حالة كريم كيف أصبحت. لاحظوا جيدا، لقد أصبح فرحا مسرورا، ولندعوه إلى التشبع بالقيم التالية. وحتى نتشبت بالقيم التالية لابد أولا أن نستجيب لله ونقيم الصلاة في وقتها المعلوم عبادة لله تعالى وطهارة للنفس وللقلب من الكراهية والسخرية. إلى هنا أعزائي الكرام، أبنائي الأعزاء، نكون قد أتينا على نهاية هذه الحصة من حصص التربية الإسلامية الموجهة للمستوى الثاني في مكون الاستجابة